الكابتن وليد العطار مدير الاتحاد المصري لكرة القدم والمتحدث الرسمي. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الفل، ازيك يا استاذ كريم؟ حضرتك مشرفني ومنورني جدا، وكل سنه وانت طيب وبخير. ربنا يخليك وانت بألف صحه وسلامه، متشكر جدا. انا هبدا معاك من حيث انتهيت دلوقتي في حديثي، كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال دائما يتعرض او من بعض الناس مش من كل الناس لانتقادات عنيفه وبعض الترصد ليه، وحتى في بعض الناس النهارده خسارته النهارده قالت انه ده دليل انه اختياره كان اختيار غير ناجح للاتحاد المصري لكره القدم. تقول ايه حضرتك في هذا الامر؟ انا اولا بشكرك على دعمك لكابتن ايهاب، هو فعلا زي ما انت قلت كادر فني محترم جدا، وكل الناس يعني اجمعت على قدراته الفنيه وقدراته في إدارة المباريات. فيعني ما فيش مدرب في العالم بيكسب على طول، يعني كل المدربين تكسب وتخسر. فيعني احنا محتاجين دعم، أو الكابتن إيهاب هيبقى محتاج دعم كل الفنيين والإعلاميين الفترة القادمة، لأنه بيقود منتخب مصر. صحيح. مش حاجة كويسة إن احنا نكسر مقاديفه زي ما بنقول كده بالبلدي من قبل ما يبتدي حتى. مظبوط. يعني احنا كاتحاد الكوره ومجلس الاداره بيدعموا كل الدعم، ونتمنى من الجميع الخبراء والاعلاميين دعموا الفتره القادمه ان شاء الله. احنا عندنا مباراه يمكن في خلال شهر ان شاء الله مع غينيا، صح، وتليها مباراه اثيوبيا. المنتخب وجهازه بيبقى محتاج دعم في الفتره دي. صحيح. طيب السؤال اللي هسأله لك اللي جاي دوت، انا عارف ان هو سؤال يبدو ساذج شويه، ولكن بما ان الناس بتتكلم على هذا الامر فلازم اساله عشان حضرتك برضو توضح وتثبت انه الكلام ده طبعا ملوش اي اساس من الصحه، وهو الكلام او الحديث عن فكره انه كابتن ايهاب جلال ممكن ما يكملش مع منتخب، او ممكن ما يبداش مع منتخب مصر، مش ما يكملش مع منتخب مصر في كل مناسبه. في مره يتحدث الكابتن ايهاب جلال انه عايز يكمل مع بيراميدز او يستمر مع بيراميدز مع منتخب مصر، يقول لك يبقى مش هيكمل مع منتخب مصر. النهارده خسر، قال لك يبقى مش هيبدا مع منتخب مصر، هيقرر تاني مش يكمل. الكلام ده راي حضرتك فيه واكيد بتسمعه. والله اي حاجه يعني في تكهنات كتير قوي على السوشيال ميديا، فيعني خلينا في الكلام الرسمي دايما. ومن خلالك يعني بقول كابتن ايهاب تم الاتفاق معاه، وان شاء الله اول ما يرجع بالسلامه هيتم توثيق هذا الاتفاق ويبدا مشواره ان شاء الله. فاضل زي ما بقول لك فاضل شهر يعني على المباراه الاولى امام غينيا، فنتمنى له التوفيق ان شاء الله يا رب. ان شاء الله هيتقدم امتى يا كابتن وليد؟ هيتقدم؟ هيتقدم يعني مؤتمر تقديم كابتن ايهاب جلال كمدير فني المنتخب. والله هو بس يرجع بالسلامه ويحصل تواصل معاه ويبقى في قاعده مع مجلس الاداره. وبعدها ان شاء الله هيبقى في مؤتمر التقديم بتاعه. اعتقد المؤتمر ده ممكن يبقى بعد العيد. هو لسه ما تحددش، بس اعتقد انه ممكن يبقى بعد العيد.